يعني ما رح نبعد كثير عن الشيء اللي عم يصير وعن كورونا فعلا يلي هو حديث كل الناس. اولى فقراتنا اليوم مساحه طبيه، في اخبار وشائعات كثير عم نتعرض لها بشكل كبير عبر مختلف الوسائل. المعلومه يلي تاكدت انه فيروس كورونا قد يشكل خطر على مرضى الامراض المزمنه واللي عندهم ضعف ايضا بالمناعه ومنهم مرضى السرطان. فشو الخطر يلي ممكن يواجهه المريض وكيف ممكن نحميه؟ المعلومه رح يقدم لها ضيفنا الدكتور فوزات العناني، اخصائي بعلاج الاورام. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم وصباح مشاهدين الاخباريه السوريه. يسعد صباحك دكتور. مثل ما قلنا بالمقدمة أساساً فيروس كورونا هو فيروس مستجد، فيومياً منظمة صحيح. الصحة العالمية بتنزل أخبار جديدة حول هيدا الفيروس. عم نحاول ضمن حملاتنا التوعوية عبر شاشاتنا الوطنية نحاول يعني نرصد جميع المعلومات الطبية الصحيحة حول هيدا الموضوع. خلينا نحكي عن فيروس كورونا آثاره على المصابين بأمراض مزمنة، لأنه فعلاً بتكون مناعتهم هن أقل من غيرهم. هاي الحقيقة الفيروس هو كائن كتير صغير ما مجهري، ما حدا بيشوفه بالعين، ومن هون خطورته. أنه يمكن نحن الإنسان بيخاف من الشيء اللي بيشوفه بعينه، أما بيقول لك هذا شيء مو موجود فما بيخوف تماما. الفكرة أنه الفيروسات عندها وسيلة لتنتشر بشكل كتير كبير وتعدي الناس، حتى لو الناس كانوا ظاهريا هن كويسين وسليمين فممكن يكونوا مصدر عدوى. هلا بالحقيقه اللي ثبت انه فيروس كورونا هو قادر يعدي كل الناس، وهو قادر يكون خطير عند اغلب الناس اللي بينصابوا، او مو اغلب الناس اللي بينصابوا عفوا، اغلب الناس اللي عندهم مشاكل مزمنه حقيقه مناعيه تماما، كسكري، كضغط، ككبار العمر، كمرضى الامراض التنفسيه، واكيد مرضى الاورام، مرضى السرطان. السبب هو طبعا هو مشكلة المناعة. نحن الكبار بالعمر بتصير عندهم المناعة ضعيفة، المرضى اللي عندهم سكري كمان نفس الشيء، مرض السكري هو مرض بيضعف مناعة الناس اللي بنصابوا فيه. أمراض مناعية ذاتية أمراض المناعية الذاتية، برافو عليك تماما. أمراض المناعية الذاتية، المرضى اللي بياخذوا استيرويدات مثلا عندهم التهابات مفاصل، أمراض المناعة الذاتية عموما بتضطرب فيها المناعة، وكمان المرضى تبعوتها بياخذوا استيرويدات، استيرويد أو الكورتيزون هو شيء بيضعف المناعة كمان. الحقيقة المرضى الأورام هن من المرضى اللي بتضطرب مناعتهم بمجرد ينصابوا بالسرطان، وخاصة إذا كان السرطان مراحل متأخرة منه فمناعتهم مضطربة فقط بسبب وجود هالمرض هذا عندهم. عدا عن هيك هن عم ياخذوا معالجات كيماوية تماما، معالجات كيماوية، معالجة شعاعية، معالجات مناعية. حقيقة كل هالمعالجات هي بتضعف لهم مناعتهم وبتخليهم كمان إذا انصابوا بفيروس كورونا فهن يكونوا من المرضى اللي عندهم خطورة أعلى من باقي المرضى ليصير عندهم مضاعفات كتير سيئة. عفوا دكتور، طيب شو هي المضاعفات اللي ممكن تصير عند، خلينا نحكي عند أمراض الأورام في حال صابهم فيروس كورونا؟ هلا هن خلينا نقول نحن المرضى أو كل الناس هن معرضين ليصير عندهم اختلاطات شوي صعبة. نسبة 20% من المرضى اللي بنصابوا بكورونا هن مرضى بيحتاجوا بفترة من الفترات لمشفى. هلا 5% ل 6% ممكن يدخلوا على المشفى ويحتاجوا عناية مشددة. وللأسف انه ممكن جزء منهم هدول كمان تكون نهاية كثير سيئة بالنسبة لهم، بسبب انه ما بيتمكن مناعتهم انه تتغلب على المرض حتى مع المعالجة الداعمة بأحسن ظروف بالمشافي. هلأ لهيك بنقول نحن للمرضى تبعوت الأورام أنه هن كمان مثل باقي المرضى، بس يمكن نسبة الاختلاطات أو نسبة الإصابات الشديدة تكون عندهم أكثر من غيرهم بمقدار الضعف حقيقة حسب الدراسات الأخيرة. طيب دكتور خلينا نحكي كيف بنقدر فعلا نقوي مناعة الأشخاص المريضين، ومثل ما قلت مرضى السرطان أساسا سرطان بيكون أنهك جسدهم بالإضافة للعلاج الكيماوي. بعض الخطوات ممكن بنقدر نحكي عنها بتفيدهم.
هلا الحقيقه يمكن الحديث هو مو بس لمرضى السرطان، يكون لكل الناس. هلا الفتره الفقره من الفقرات اللي مضت كان عن دور الاكل الصحي اكيد تماما يوميا، الفيتامين اي، الفيتامين دي والفيتامين سي بمقاومه الجريب العادي، والكورونا هو من الامراض التنفسيه حقيقه اللي بتشبه الجريب. هلا اللي بننصح فيه المرضى انه او الناس السليمين حتى كمان انه صحيح نحن قاعدين بالبيت بس كمان ما نقعد على الكرسي، نعمل حركه، نشاط فيزيائي، نشاط جسدي، شويه رياضه، نجيب جهاز رياضه نمشي عليه، يعني نعمل نوع من النشاط الجسماني اللي هو بيعزز المناعه. الحركه هي من احسن العوامل اللي بتحفز الجهاز المناعي. هلا ثاني شيء نهتم باللي عم ناكله، والاكل حقيقه كمان الاكل المتوازن المنوع اللي بيشتمل على كل انواع الاكل من دسم، من نشويات، من مواد بروتينيه، من فيتامينات ومعادن زهيده حقيقه، هو رح يدعم لنا كمان جهاز المناعه. هلا اذا بدنا نحكي على الفيتامين اي الجزر وحكيتوا عنه، الفيتامين سي وهو موجود بالعصير البرتقال، بالبرتقال، بالكريفون، بالفليفلة، عموما الفيتامين د اللي هو موجود بمشتقات الحليب، كل هالغذاء هذا اذا نتناوله بشكل جيد فهو رح يساهم كمان تقوية المناعة عنا. تمام. عفوا دكتور، المكملات الغذائية يلي أحيانا بناخذها اللي هي على شكل حبوب فيتامينات صح. وحبوب مكملات، هي عند مرضى السرطان اللي خلصوا علاجهم أو حتى يلي بعلاجهم هن، قد هن بحاجة لها لحتى صدقا مناعتهم تكون بحالة أفضل؟ هلا بالحالة الطبيعية أي إنسان بياخذ هالأمور هي بياخذها من مصادر طبيعية، هو ما أنا محتاج لأنه يتناول المكملات الغذائية. اي انسان منا بيحب الخضره، بيحب الفواكه، بنوع غذائه، هو ما له مضطر ابدا يلجا لهالامور. وعلى فرض هو بيحتاج فما بظن انه يكون في مشكله الانسان ياخذ فيتامين سي، ياخذ فيتامين د حتى كمان، يعني حتى لو كان مريض سرطان. طيب خلينا نحكي يمكن عن الاكلات او القصص اللي لازم يبعد عنها في حال يعني ممكن تضعف مناعه الجسم، ممكن تاثر بنوع او باخر. هلا بالحقيقه يمكن ما يكون في انواع اكل نمنع المريض عنا، ولو انه هلا الفتره الدارجه كانت على السكر وما سكر والحكي هذا حقيقه كان في كثير، كان في حكي حول هذا الموضوع، كثير في حكي على السكر وعلى دوره بتنشيط الخلايا السرطانيه، بس بظن انه ما حقيقه ما في دراسات اكيده بتقلنا انه هالشيء هذا صحيح لحتى ننصح مرضانا يتجنبوا السكر. هلا على العموم السكر فينا نقول نخفف قدر نخفف ممكن بعض اي ممكن القصص. يعني انا بخفف مثلا في الاكل الطبيعي اللي هي الوجبات السريعه، صحيح. السكريات لحتى يكون يعني الجهاز المناعي بافضل حالاته، بحيث اذا تعرض لهيدا المرض يكون قادر انه يتصدى لهيدا الموضوع. صحيح. نحن ما بنقول انه الاكل هو كل شيء، يعني الطعام ليس مو كل المناعه بتعتمد على الطعام حقيقه. إذا بدنا نحكي حكينا عن النشاط الجسدي، ممكن نحكي على موضوع الهدوء النفسي أو الاستقرار النفسي أو الراحة النفسية. المريض الإنسان اللي مستقر نفسيا، اللي متوازن نفسيا، اللي مسترخي، خلينا نقول ريلاكس، هو إنسان كمان مناعته بتشتغل بشكل أحسن. حقيقة الأكل نحن بنقول له دور بس ما كل الدور له، والامتناع عن اكل معين يعني ما هو راح يقدم واخر يمكن بالقصه. نقلل قدر المستطاع، يعني ممكن. هي بالمجمل ممكن. عم تحاول الناس تاخذ ابسط معلومه صحيه من خلالنا، عم نحاول انه ممكن نخفف هيدا القصص، كثير عم يقولوا لك مثلا كل الخضروات الشيء صحيح. فيه اخضر هو كثير صحي، كثر فيتامين سي، كثر بعض القصص متمم غذائي، فوار بشكل يومي، كميه كبيره من العصائر، مشروبات ساخنه، في كثير من الاجراءات الناس حابه تسمعها لانه هو خطر اليوم يهدد كل شخص قاعد ببيته. صحيح. يعني في اجراءات احترازيه كثير الواحد قادر انه هو يعملها نور، وخصيصا وقت يكون عندنا شخص بالعائله ان كان مصاب بالاورام او ان كان خلص مثلا جرعاته من فتره معينه، شو هي الاجراءات اللي لازم يتخذها المحيط ويتخذ الشخص ذاته والالتزام فيها؟ والالتزام فيها طبعا اهم.
الحقيقة الإجراءات، كل إجراءاتنا نحن بمواجهة الأمراض التنفسية ومنها الكورونا، هي إجراءات بيفترضها الحس السليم، يعني المنطق البسيط بالأمور. إذا نحن مصابين، إذا أنا مصاب أو حاس حالي ما كتير طبيعي، ما خالط الناس، أعمل مسافة اجتماعية. إذا عندي شخص خايف عليه، خليه هو بإطار معين، يعني خلي كمان مسافة بيني وبينه. ما نستخدم نفس ادواته. هلا تمام، فينا نخلي المنشفه تبعيته لحال، ادواته لحال. حتى انا اذا اجيت مثلا وانا بكون مشتاق لاهلي، ممكن سلم عليهم من بعيد يعني. بلاها لا، كل الزيارات بلاها. هلا 15 يوم اقعد بالبيت بلاها. عندي بي عمره 85 سنه، فانا بشتغل بقطاع الصحي حقيقه، ممكن انا اتعرض اكثر شوي من غيري. لهيك هلا انا حتى مع اهلي بحاول خلي طبعاً مسافه صغيره بيناتنا. وكبار السن هن الاكثر خطوره. صحيح صحيح. هلا يمكن اهم عامل بالوقايه من هالمرض هذا هو نظافه الايدين. هلا بشكل بسيط لقوا انه اهم عامل اذا بننظف ايدينا بالمي والصابون، فراح يتفكك الغلاف البروتيني. هو الفيروس له غلاف من برا، هو غلاف هش، هي الصابون بدمره. فبكفي نحن نغسل ايدينا ونغني غنية صغيرة مثل ما بينصحوا برا لعشرين ثانية، مشان الوقت. تمام، مشان نحسب الوقت، نغسل ايدينا بشكل كويس لحتى ايدينا ما تنقلنا الجراثيم، عفوا الفيروس. الفيروس بينتقل عن طريق السعلة، العطاس، السعال، وبيستقر بالجو. بعدين نحن بنسلم على شخص سعل عطاس بايده، بنحط ايدنا على سطح ملوث. فالحقيقه وبعدين عندنا روتينيا حركات لا اراديه تبع انه بنحط ايدنا على انفنا، نتجنب لمس الانف، يعني موضوع لمس الوجه، حتى العين بينصحوا انه كمان ما نلمسها بايدنا. او اذا تعرضنا او شكينا باي تعرض، فتحنا الباب غسلنا ايدينا، دفشنا الباب كمان غسلنا ايدينا. حقيقه هي كل الامور بتعمل فرق. هالامور هي كثير مهمه. اذا نظافه الايدين، عدم لمس الوجه بالايد عند اي تعرض او اشتباه تعرض او مسك شيء، تماما تعبانين. نخلي مسافه بيننا وبين الاشخاص، عاده بيقولوا اكثر من متر هي المسافه المناسبه، لانه كمان اذا قربنا كثير فرح نكون معرضين لانتقال العدوى. هالامور حقيقه هي امور بسيطة والحس السليم بيفترضها. هلا بالنسبة لمرضانا نحن بالذات رح نقول لهم يتشددوا أكثر. يعني هن عندهم خطر أعلى من غيرهم إذا اكتسبوا أو إذا انعدوا بهالفيروس، ينأذوا بشكل جوهري. فبنقول لهم إنه للناس اللي حواليهم إنه ديروا بالكم، خلوا الناس يكونوا بأمان وأنتم تكونوا بأمان. الحقيقة موضوع القناع مثلا، هلا دراسات بتقول انه لازم نحط قناع. الاغلب بيقولوا انه لا، القناع هو بس للشخص اللي عنده وجع بالحلق، للي عنده ممكن اعراض قريب. هلا ليش؟ مشان ما اذا سعال يادي لبرا الناس. السعال بالانف، بالكوع، بالكم، وبكلينكس، وبتنرمى مباشرة. كمان هي الإجراءات كتير مهمة. بس سؤال، وقت عن جد بيقولوا أنه السعال بالكوع هو ما بيعلق الفيروس على الثياب؟ صحيح، بيعلق على الثياب. طيب، ولكن بس ما حدا، يعني الملامسة الإيدين، ملامسة اليد بالنسبة لنا كلنا هي طقس اجتماعي. يعني السلام بس هي كمان القصة، لأنه قصة العطسة بتطلع هي لا إراديا فورا، فهو فما رح ما بتقدر صحيح. تخطف دغري محرمة، لازم تكون بإيدك هو أساسا. صحيح. بس الإجراء الوقائي أنك تعطس بكوعك. بس نحن عم نحاول ناخذ جميع، بالختام، جميع النصائح الإجرائية الوقائية الصحية. حتى الاحتكاك هلا ما انك مضطر تحتك، لازم تقعد بالبيت، خفف التواصل مع الاخر، هي فتره زمنيه. مش بس غسل الايدين، تعقيم يعني بشكل كامل المنزل، ثيابك حتى وانت طالع ورجاي على الشغل، هي اساسا معرضه بشكل كثير كبير لغسل تماما بشكل مستمر. فبالختام بدنا نتشكرك دكتور، نتمنى كمان من جميع المشاهدين الالتزام بهي النصائح الطبيه قدر المستطاع. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا كثير لك دكتور، وعن جد دعوه لكل الناس نور انه حموا عائلتكم، من شان عائلتكم والناس يلي بتحبوهم، عن جد خليكم.